السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي في الله، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيناكم بواحد وصفة اللي هي عبارة عن طاجين ديال اللحم بالفريت، طاجين اللحم بالفريت إن شاء الله. أتمنى ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجوا طاجين بطبيعة الحال، طاجين غادي نحتاجوا اللحم، سادي بون على حسب قياس ديال اللحم. غادي نحتاجو بصلة، أنا عندي بصلة هنا، اختاريت البصلة الصغيرة، عندي واحد جوج ربع خمسة البصلات الصغيرين. عندي هنا واحد المعلقة كبيرة، حتى المعلقة ونص مخلطة بين المعدنوس أو القزبر. عندي تقريبا تومة راس واحد ديال التومة، أنا ديجا عندي هاكا على هاد الشكل هذا. بالنسبة للعطرية غنحتاجو سكنجبير، البزار، خرقوم، والحار. هاد الفلفله هادي حاره، هادي كتبقى اختياريه. الاعشاب المنسمه اللي كنرافع معايا ديما في الطواجن ديولي. بالنسبه غادي نحتاجو الملحه حسب الذوق كما كنقولوا ديما. وعندي غادي نحتاج واحد شويه الزيت مخلط بين الزيت المائده والزيت الزيتون، زيت لوسيور، زيت العود. غادي نحتاج واحد مكعب ضاما صغير، واحد شويه من ديال الزعفران، هذا غادي نحتاج منه واحد شويه. وعندي واحد قرفه، واحد العويه صغيور ديال القرفه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو اخوة الاخوات. بالنسبه للطاجين، الطاجين مزروب غادي نصوبو ان شاء الله بالفريت، وما كياخذش الوقت بزاف وما تبقاش وقت بزاف في الكوزينه. يلا نمشيو ديريكت على بركه الله في طريقه التحضير، خليكم معنا اخوان. اول حاجه غادي نديرو ان شاء الله هو اننا نشعلو على الطاجين ديالنا باش يسخن. من بعد غادي نضيفو واحد المقدار ديال الزيت مخلط بين زيت المائدة وزيت العود وزيت الزيتون، تقريبا واحد جوج معلقات كبار. الآن غادي نقطعو البصلة ديالنا، بصلة وحدة غادي نديرها غنشلضها، والأخرين غادي نديرهم كيكون الطاجين. هادي غادي نخلط على الشكل هذا. استمروا على الشكل هذا احبائي في الله. كما كتشاهدوا معايا الصوره مبينه. كيعجبني هاد الماء كنخدم به مرتاح. غادي نضيفو البصلة ديالنا على الطاجين، إخوان أومانطو غادي نضيفو عليه اللحم باش تقلى لينا اللحم ديالنا، ديالنا ما تحيدنا من فمنا. غادي نخليوه يتقلى واحد شويه، ندير فيه المليحه وشويه الابزار، وغادي نسدو على الطاجين ونخليوه يتقلى واحد شويه ونرجعو معكم احبائي في الله باش نكملو الوصفه ديالنا. اخوان بعد ما قلل لينا من هاد الجهه، غادي نحاولوا نقلبوه للجهه الاخرى على هاد الشكل هذا، نتركوه واحد شويه. بالنسبه للطاجين راه كيجي مضغمار الاخوان، كيجي يا سلام وما كياخذش الوقت بزاف وما فيهش تماره.
بالنسبه للناس المعاكس بحالي دغيا كيتحضر دغيا كيوجد فيت في نسدو عليه ونتركوه يتشحر ثاني بالجهه الاخرى يتقلى لينا ونرجع معكم خوتي خواتاتي اخوان. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال تقطع البصله. البصله غنقطعوها على هذا الشكل هذا طويلة كتجي هائلة على هاد الشكل هذا. كيف الأولى شحال شلدناها وهاد الثانية هادي غادي نحاولو نقطعوها على هاد الشكل هذا. استمروا على هاد الشكل أحبائي في الله حتى نكملو البصلة ديالنا كاملة. بعد ما قطعنا البصلة أحبائي في الله غادي نحاولو نديروها في الطاجين على هذا الشكل هذا. علاش كنختار هذه البصله الصغيره؟ حيت هذه البصله الصغيره كتذوب وكتعطي واحد البنه زوينه. غادي نديرو الثومه نديرو الربع نديرو العطريه ونديرو شويه البزار حيت البزار درناه في الاول غير باش البصله تجي فيها العطريه. سكنجبير نخرقو هاد الحار هذا هادي كتبقى اختيارية و ليزاب نديرو هاد العود ديال القرفة و نديرو واحد شوية ديال ضامة ديال الزعفران. نسمو بالفوق بواحد شويه الزيت العود الزيت مخلط شويه الملحه شويه ما كثرش حتى درناها في الاول. ايوا الطاجين ديالنا هو هذا احبابي. غادي نسدو عليه وغادي نخليوه يطيب في عافيه تكون مهيله ونرجع معكم بعد ما يطيب الطاجين ديالنا احبابي في الله. اخوان بيد ما الطاجين ديالنا راه كيطيب راه ديجا هنا كيطيب. دابا غادي ندوزو معكم المرحله الثانيه اللي هي مرحله البطاطا. البطاطا اللي غادي نطيبو اليوم ان شاء الله بطاطا فريت بدون زيت. الفريت اللي غادي ندير اليوم بدون زيت. الوغ شديت البطاطا ديالي بعد ما قطعتها اصابع على هذا الشكل هذا غسلتها مزيان حتى تحيد من هذاك الماء كما كتشوفوا معايا الماء دابا ولا صافي. ضفت فيه واحد شويه الخل وضفت فيه واحد شويه الملح. غادي نشدو كاسرونه او اي طبق عندكم في الدار باش غادي نديروها في البوطه. غادي نديرو البطاطس ديالنا الكاسرونه وغادي نديروها ديريكتومون فوق البوطه. شعلنا البوطه غادي نديرو البطاطس ديالنا هنا وغادي نتركوها غير تغلى الغليه الاولى. ما غاديش نخليو البطاطا تطيب لنا بزاف غير تغلى الغليه الاولى وغادي نحاولو غير تغلى لينا ونحاولو نطفو عليها. اوكي احبائي في الله حنا غادي نغطيوها باش دغيا تغلى لينا.
غادي نتركوها واحد المده ديال تقريبا 7 حتى 10 دقائق، بيد ما نحسوا بها غلات لينا بدا كيطلع منها داك الفقاعات، وغادي نطفو عليها ونرجعوا معكم باش نكملوا العمليه ديالنا. هاد العمليه هذه بالنسبه للناس بعض المرات كتحصل ما عندهاش الزيت في الدار، ولا بالنسبه للناس صحاب الكوليسترول يعني كت ايفيتي الزيت حيت الزيت مضر بالصحه من طبيعه الحال. غادي نديروها دابا، غادي تجينا ناشفه ومقرمشه، وكتجي بواحد الطريقه هائله هائله بزاف وغادي تعجبكم. اوكي احبائي في الله، من هنا 7 دقائق ولا 8 7 حتى 10 دقائق ونرجع معكم اخوتي اخواتاتي. اخوان كما كتلاحظوا معايا بعد ما طلعت لها الغليه الاولى غادي نحيدوها من فوق البوطه اللي طفيت عليها كما كتلاحظوا معايا، بارك عليها. غادي نصفيوها كما كتلاحظوا معايا، كما كتلاحظوا معايا احبائي في الله كتبقى على هذا الشكل. هذا انا صفيتها دابا ونخليها تسقطر مزيان حتى تسقطر على خاطرها، ومن بعد غادي نكملوا العمليه احبائي في الله. كتجي يا سلام هائله وزوينه وما في مشرب الزيت، وما نعاودش لكم حتى تشوفوا كل شيء بعينيكم. خليكم معنا اخوان. بعد ما نشفت من الفريد ديالنا من هذاك الماء غادي نشدو الصينيه اللي كتدخل الفران على هذا الشكل. بعد ما شعلت الفران ودرتو في حراره مرتفعه يعني اخر حاجه عندكم في حراره 200، شعلت عليها من الفوق من التحت، غادي نرشوه واحد شويه الزيت. هذا الزيت علاش كنرشوه هنا؟ كنرشوه باش ما تلصقش لينا البطاطا ديالنا. من بعد غادي ندهنوه، غادي ندهنو البطاطا ديالنا واحد شويه ديال الزيت. هذا الشكل هذا غير باش ما تلصقش لينا البطاطا. من بعد غادي نستفوها ديريكتومون في اللاطا ديالنا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للناس اللي كيبغوا فيها العطريه ممكن تضيفوا العطريه، ممكن تضيفوا التحميره، تضيفوا شويه البزار شويه الملحه، سا ديبون. نحاولوا نسرحوها على هذا الشكل هذا، والفران ديالنا راه كيسخن على درجة الحرارة تكون مرتفعة. وغادي ندخلو الصينية ديالنا تقريبا واحد نص ساعة، ومرة مرة نطلعو عليها ونقلبو، يعني نقلبو الفريت اللي لتحت نديرو لفوق واللي الفوق نديرو لتحت. هذه هي الصينية ديالنا احبائي في الله، غادي نديروها دابا في الفران من بعد نص ساعة ونرجعو معكم باش تشوفو الشكل النهائي ديالها. خليكم معنا اخوان. بالنسبه للسلطه اللي غادي نرافقوا مع الطاجين ديالنا هي غنديروا واحد السلطه ماروكان. غادي نحتاجوا فيها، عندنا هنا اللوبيا على هذا الشكل هذا كتبع في المعلبات، عندي هنا المايس او الذره، عندي هنا موزاريلا ميني موزاريلا صغيره، عندي بصله باربا، الزيتون، الخيار المخلل، عندي طوماط سوغيز ماتيشا على هذا الشكل ولا مطيشة عادية ماشي مشكل، وعندي لصلاد على هذا الشكل هذا. نبداو على بركة الله، بسم الله. نقطعو البصل ديالنا، نضيفو عليها الطوماط سوغيز، أنا كنقطعهم على هاد الشكل هدا، كنقطعهم على هاد الشكل تنقطعو الطوماط ديالنا كاملة. خوان غادي نضيفو عليها الباربا، استمر على شكل، نضيفو عليها الخيار المخلل، الزيتون بعد ما قطعناه شرائح على هذا الشكل هذا، نضيفو عليها الصلاد بعد ما قطعناها، نضيفو
اللوبيا، نضيفوا المايس، نحاول نسقطروه من الماء، واخر حاجه غادي نضيفو موزاريلا. بعد ما نقطعها مرصوات بهذا الشكل هذا، الاخوان غادي نضيفو الزيتون الاسود، الاخوان بالنسبه للعطريه غادي نضيف انا واحد شويه الهريسه كتبقى اختياريه، تعجبني الصلاه تكون حاره، شويه الملح، عندي هنا الابزار قليل من الابزار، عندي هنا اسيرتون ديال الصلاد، هادو فيهم اعشاب مخلطين ديال الصلاد، هادو كيبقاو اختياريين، فيهم بصله، فيهم الحار، الهريسه، هادو هما المكونات عندنا احبائي في الله. غادي نضيفو على القليل من زيت الزيتون مع زيت المائده، والصلاه ديالنا ها هي واجده احبائي في الله، علينا غير نقسموها، نحاولو ميلونجيو باش تدخل فيهم العطريه، تخلط لنا صلاه صحيه كتوجد في دقائق. هذه هي الصلاه ديالنا احبائي في الله، كتلاحظوا معنا احبائي في الله، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا ديال اليوم، كيجي على هذا الشكل هذا مرفوق مع الصلاه، صافي كتجي على هذا الشكل هذا، وضفنا عليه الزيتون والفريت كتجي على هذا الشكل هذا، ما فيها لا زيت لا والو، وصحيه. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم احبائي في الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه، في وصفه قادمه ان شاء الله، ونتمنى تجربوا الطاجين هذا، راه كيجي هائل وبنين.